النصر ينهي تعاقده مع عبد الرزاق حمد الله، والاتحاد لا يفوت الفرصة ويعزز صفوفه بنمر جديد. السؤال: هل أخطأ النصر وأصاب الاتحاد، أم أن النصر تعافى وعلى الاتحاد تحمل مزاجية نجم مشاكس؟ حمادي قردبو وعلي شرايا وخصيت حمد الله. عبد الرزاق حمد الله مهاجم هداف وعاشق لتحطيم الأرقام القياسية. عبد الرزاق حمد الله عنيد مشاكس متطلب ومزاجي، والوجهان متناقضان لا يتكامل أحدهما مع الآخر. في البدايات صنع حمد الله ربيع النصراويين فتوج معهم بالألقاب ونصب نفسه هدافا تاريخيا للدوري السعودي. حسابيا عدد أهداف حمد الله أكبر من عدد المباريات التي لعبها، وبعدها انقطع حبل الود، فالهداف تحول إلى مهدر للأهداف، ومصدر السعادة تحول إلى مصدر نزيف نقاط خطير، والملهم للأجيال الجديدة بات مصدر عدم استقرار وعنصرا يصعب التحكم في ردات فعله. النصر حاول الاحتواء، فجرب التكذيب وحشد الدعم، ثم انتقل للكي، والحل الأخير كان البتر. تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب عبد الرزاق حمد الله هو تعاقد قانوني، كون اللاعب قد أصبح لاعب حر، وذلك بعد أن قام نادي النصر بفسخ العقد لأسباب يراها مشروعة. أما مسألة تسجيله في نادي الاتحاد وإسقاط اسمه من كشوفات نادي النصر، فإن نادي الاتحاد يكفيه إرفاق خطاب الفسخ المرسل للاعب من نادي النصر مع طلب التسجيل من خلال نظام TMS، ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين هي المختصة بمراجعة الطلب وتسجيل اللاعب. تقول قراءات إن النصر ربط فسخ العقد بدفع حمد الله للتعويض، أما الاتحاد فرأى في حمد الله إضافة مضمونة وقيمة فنية ثابتة وتعاقدا سليما بعيدا عن كل المشاكل القانونية، فهو غير ملزم بما يسمى قانونيا بالمسؤولية التضامنية التكافلية. ليس هناك أي تعويل على الآراء والاجتهادات والتحليلات الرياضية أو القانونية، لكن المعول عليه هو ما يتصل إليه غرفة فض المنازعات، هي التي تحدد ما إذا كان قيام نادي النصر بفسخ عقد اللاعب من جانب واحد هل كان يتوقع على سبب المشروع أم غير ذلك. أيضا هل كتاب أو رد وكيل اللاعب حمد الله على نادي النصر وأنه لا يقبل هذا الفسخ، هل هذا من شأنه أن يستبقي على العلاقة التعاقدية بين النادي واللاعب؟ لا نعلم. بعيدا عن النزاعات القانونية، هل اختار حمد الله العميد لأنه متصدر، ولأن حمد الله يعطي مع فريق مستقر ولا ينجح مع فريق في طور البناء كما حدث في حقبتي النصر؟ أنا جد سعيد بالانضمام إلى نادي الاتحاد العريق وإلى جماهيره الرائعة، وأتطلع كذلك إلى مواصلة أمجاد المغاربة مع نادي الاتحاد. حتما تتضارب الآراء، فالاتحاديون واثقون من قدرتهم على الاحتواء، وحمد الله واثق من قدرته على العطاء، أما المتشائمون فيتخوفون من تقلب الأحوال. فهل حمد الله فرصة لا تعوض، أم هو مغامرة غير محسوبة العواقب؟ حمادي قردبو، صدى الملاعب.